الإصابة صعبة كثير، الإصابة الجسدية لا تقاس جنب الإصابة النفسية. قلت لك أصعب شيء إنه تكون أنت إنسان قادر تعمل كل شيء وتحس عنفوان الشباب فيك، بهاللحظة هاي إنه أنت مانك قادر تشرب كاسة المي أو تخدم نفسك، هاي صعبة جدا. أربع ميسرين هن من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية تم تعاقد معهم وحاليا هن عم يقدموا جلسات توعية. تحت ظروف الحرب اللي مرت فيها سوريا تعرضت لإصابة شديدة نتيجة قصف من الطيران الحربي، أدت إلي بإصابة بالعمود الفقري. قدمت للوظيفة وتمت المقابلة وتم قبولي والحمد لله رب العالمين، مش الحال، والآن أنا عملي كميسر في المنظمة. بالبداية من خلال مشاريع سابقة لما كانوا هني عنا مستفيدين وكانت فرقنا تزورهم، كانوا أشخاص منزويين، أشخاص ما ضل عندهم أمل، يعني ممكن نقول بيعانوا من شيء اسمه فقدان الأمل، هوبليسنس. ممكن أشخاص ما يعني خلاص انتهت الدنيا بالنسبة لهم، ما في لا أي تسهيلات بالمجتمع، ظروف مادية تعيسة للأمانة. الطيارة ميك وضرب الصاروخ وراحوا إجرية. لما حسيت هيك حالي وتهبطت معنوياتي وضلت تقريبا سنة في البيت، ما أطلع لا فوت لا حتى إذا حدا قابلني، حتى أولادي يعني صرت أحس إنه صار يبعدوا عني يعني بهالإصابة. الإمرأة غير عن الرجل تماما، يعني إنه وقت بكون إمرأة وضمن مجتمعنا نحن بيكون صعب إصابته. حاولت أشتغل مثلاً، عملت بسطة أكلات وما يعني ما قدرت أمن مصروفي أو احتياجاتي، كنت واجه صعوبات كثير، ما في أي عمل أو دعم أن نحن معاقين وكنا عايشين على هامش الحياة يعني. نفسيتهم تغيرت، حياتهم تغيرت، نظرتهم تغيرت. يعني بذكر أنا أول ما أجوا لعنا على الفريق حتى بيسموها الآي تو آي كونتاكت اللي هو التواصل بالعيون كان عندهم ضعيف، نبرة صوتهم كانت مكسورة، كان عندهم عتب على كل المجتمع إنه نحن بالنهاية مثلنا مثلكم، ممكن تعرضنا لإعاقة حركية أو غيرها بس من حقنا نعيش. تكوينة مجتمعنا تلاقي بتنظر للإنسان هذا أنه خلص انتهى، لا ما انتهى، أو بينظروا بعين الشفقة والرحمة، لا أنا ما بدي حد يطلع علي بنظرة الشفقة والرحمة، أنا إنسان منتج ولكن صار بظرف محدد أنه أنا صار عندي هالإصابة هاي. هن كانوا أفضل من قدم خدمات، لأن مهما كان الشخص السوي اللي ما عنده إعاقة عنده قدرات بالإقناع ما بيشكل أكثر من 10% من شخص تعرض لظروف الإعاقة. تم التفاعل معهم، في عالم تعاطفت معهم بالبداية، واللي شفته كتير كان شيء جميل إنه طلعوا من مرحلة التعاطف، هني ما عاد بدهم حدا يتعاطف، بدهم مين يحس فيهم، بدهم مين يرضى بدمجهم بالمجتمع، بدهم فرص عمل. هلأ أنا إنساني قوي إن شاء الله، بإرادة تصميم تحدي للحياة صعوبة الإصابة. كحالي إنسانية أنا خرجت بالحالة اللي كنت فيها، أنا حالي جدا صعبة،
نفسيا جسديا قدرت اتجاوزها. والحاله الثانيه انه حالي الماديه، انا مريت بظروف جدا صعبه، ظروف الحرب، كان قله عمل، انا خريج مع اجازه بالحقوق، بنتيجه هالاصابه فقدت كثير فرص عمل. وهلا انا الحمد لله حصلت مثلا قدرت احقق هدفين، هدف اني صرت منتج لحالي بالمجتمع، اقدر امن احتياجاتي، صار عندي مدخول مادي، وعندي هدف ثاني عم بوصل رساله للمصابين انه توقف حياتهم عند الاعاقه. يمكن نحن بمنظمتنا قدرنا نأمن فرصة لأربع أشخاص، بس بالمجتمع لسه في عشرات الآلاف يلي عم يستنوا هيك فرص. بدنا نحاول نصبر نتحمل، يعني مثل ما بقولوا بنشوف إصابتنا وبنشوف إصابات كثير من الشباب بهالبلد نتيجة الظروف الحرب اللي صارت، ولكن مع كل هاد ما في استسلام، بإذن الله ما في استسلام. بتتم لآخر لحظة عندي رسالة بدي وصلها، قادر أنتج وكون بالمجتمع فاعل وأبدع إن شاء الله.